الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. إذاعتكم المفضلة إذاعة الحياة فهم، إذاعة الصحة بالقيروان، تتمنى لكم أوقاتا ممتعة وتواكب جميع الأحداث، وعلى رأسها الحدث الكبير الذي يأتي بعد يومين ونحن نستعد له في هذه المناسبة. عيد كبير جدا، إن شاء الله الناس كل نتذكر فيه الأم. هو سيكون بعد يومين آخر أسبوع من شهر ماي من كل سنة تحتفل جميع المواطنين والمواطنات بعيد الأم. حبينا في هذه المناسبة نتحول ونخرج من استوديوهاتنا المركزية بالقيروان، وتحولنا إلى الشارع الرمز، إلى شارع الحبيب بورقيبة، أين سنأخذ بعض الآراء وبعض الإهداءات في خصوص العيد الذي تحتفل به أمهاتنا الكل، عيد الأم. الأم في كل مكان تستحق منا كل تحية وتستحق منا كل اعتراف بالجميل. إذن نقول لكل أم في الدنيا كل عام وانت بخير، وكل عام إن شاء الله ربي يفضلك وربي يحييك وربي يمن عليك بالصحة والمعافاة. ربي يرحم أمهات الجميع، وربي يفضل الأمهات اللي على قيد الحياة، وإن شاء الله نجم نفيلهم بقدر يسير بأقل ما يمكن مما يجب علينا. لأن الأم لو بقينا يعني طول حياتنا نهدي لها وطول حياتنا نطيحها وطول حياتنا نسمع كلامها، ما ناش باش نوفيه قدرها. الأم هي يعني قمة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. في هذه المناسبة نحب ناخذ آراء بعض المواطنين والمواطنات حول الأم وحول ما قيل في الأم من شعر، من أغنية، من إبداعات تونسية وعربية. وتابعونا في هذا التقرير المصور حول الأم ومكانتها والأغاني والإهداءات التي ستكون مع ضيوفنا في هذه اللمسة المباشرة. نشرف تعرفش وقتاش عيد الأمهات؟ نهار لحد إن شاء الله بعد غدوة. بعد غدوة يعطيك الصحة. تحبش تهدي هدية لأمك؟ أكيد المناسبة. أكثر حاجة عندي هي ست الحبايب، ربي يفضل هيلي، ربي يخلي هيلي. أمي هزت معايا الدنيا، أمي هزت معايا الدنيا الكل، إن شاء الله وين تمشي تربح. ربي يفضلك. أمين يا صحة. تعرفش شكون غناها ست الحبايب؟ شادية معروفة باهي. وفي تونس شنو الأغاني تعرفها؟ شفما حضن أمي ذكرى محمد، ذكرى محمد وعبد الرحمن العيادي. تحية للأستاذ عبد الرحمن. أكيد أكيد ويرحمها. ربي يفضلك. أمين يا ربي. نهار الأحد الجاي. الأحد الجاي الوالدة تهدي لها؟ نهدي لها ست الحبايب. موجودة الوالدة؟ توفيت باش نهديها هكاك ونرحم عليها، وربي ان شاء الله يرحمها ويجعلها في الجنه. كانت هي الكل، قره عيني كانت ياسر. ربي يرحمها وان شاء الله اولادنا يعملوا كما عملنا احنا الامهات. والله ضروري الام واجب، معناها وجودها احسن حاجه في الحياه، وهي اللي تنصح وهي اللي توري وهي اللي تعلم وهي اللي تقري وهي اللي تتعب علينا، وهي كل هي كل شيء هي. نهار الأحد في بالي. الأحد هو في شهر ماي. هو في شهر ماي، هو عيد الشجرة بيجوا كان بالأحد. نعرف بقى عيد الأمهات وعيد الشجرة يجوا يوم الأحد، بس ما ياخذوش الفري. طبعا الأم تهدي لها حاجة. هو معناتها مقالة أن الجنة تحت قدوم الأمهات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يعني ثلاث مرات الرسول قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم على أبوك. والله الأمهات مش كتخسلهم يوم وعين باش تهدي لهم. هي كل يوم تقول لك برا ربي وليدي ربي يجيب القسم. كل صبح تخرج لأمك ربي يجيب القسم. إذا كان أنت بتستنى مرة في العام بتجيب لي حاجة، هذه تقصير من طرف الأولياء، مش حتى الأمهات، حتى البوه. حتى البوه ما لازمك كل يوم هي تدي عليك كل ربي من الخزن كل برا يعطيك الرضاية. الخاطر يقول برضا الله إلا برضا الوالدين. إذا كان أمك ولا أبوك رضين عليك روح حتى ربي يرضى عليك. حتى ربي يرضى عليك يعطيك قسمك. إذا كان مغضوبين عليك الله يقدره، يا ربي يغضب عليك. ربي يغضب. ولذا ما تقولوش نعته، والله ثم أشكون والله أمه لا يتفكر. وثم أشكون ربي بما أهله. ثم زوجات
تحرض الزوجة باش يبعد على أبوه ولا أمه ولا كذا، هذه كلها موجودة فيها. أنا ثم تولى البارح نرى فيها في مناطق معينة في تونس، ضرب أمه بكف، ضرب أمه بكف. نعطيك معلومة، رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل قال له الثلاثة لن يدخلوا الجنة ولا شفاعة لهم، يعني ثم ثلاثة الرسول ما يشفع شيء. الرسول يوم يقول أمتي أمتي يجيبه جبريل عليه السلام يقول ألا هذا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشفيع الأمة، تمقلص منها، قال له أجبني من يا جبريل من؟ قال له شكون الثلاثة هذوما لا تنفع فيهم شفاعة يوم القيامة؟ قال له الشهادة شهادة زور، وعلى شعنا في المحب كذا يقول اقسم بالله، يعني كي تقسم انت بالله تولي صادق حتى وكان يوم النزول. اي والثانيه قالوا ماكل عرق الجبريل، اللي ماكل عرق الناس جد ذكره. في الثالثه جبريل هكا قالوا اجبني يا جبريل من الثالث اجب، قالوا عاصي الوالدين، راهو عاصي الوالدين ما يشفعش فيه الرسول يوم القيامه. نحب نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، امي وحميتي الغاليه حيوته، ربي يفضلهم ويفضلهم نتائج فوق ريوسنا، وربي يخليهم ويطول في عمرهم. ما كانت الام كبيره برشا، ما فيهاش حتى مواصفه، كبيره برشا ما فيهاش حتى شيء توصف به. محلاها كلمه امي، الى حضني امي، محلاها على الحياه. فهم الحياه، فهم زهرة الحياة.